هيلاري كلينتون المرشحة من الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 دعت الجمعة إلى رفع الحصار الأمريكي عن كوبا خلال خطاب أمام أكثر من 300 شخص جاءوا لحضور الجامعة الدولية في فلوريدا. كلينتون تريد تسجيل نقاط ضد الجمهوريين الرافضين لأي تقارب مع كوبا. الشعب الكوبي انتظر طويلا بما فيه الكفاية من أجل السير في المستقبل، حتى وإن كان الكثير من الجمهوريين في الكونغرس بدأوا بالتعرف على الحاجة الملحة للمضي قدما. حان الوقت لقادتهم إما أن يلتحقوا بالركب أو أن يخرجوا من الطريق. كلينتون تسير على نهج أوباما الذي أعاد الدفء للعلاقات الكوبية الأمريكية، بل وتريد الذهاب إلى أبعد منه، فسيسمح رفع الحصار للمنتوجات الأمريكية بالولوج إلى السوق الكوبية، سيما المنتوجات الزراعية أو الطبية، في سوق تقدر بأحد عشر مليون شخص هم بمنأى عن أغلب الشركات الأمريكية.